ماك تاني يا لطيف عقد دوك الحجبان ماك شنو واقع لك؟ داخل لي على الله وصافي. انا طلعت لي هذه الخدمه ديال اللي خدام في الراس الفيق بكري تمارا تنتخلصوا بجوج دريال، كنتسناو داك الشهر باش يلاه يلاه نسدوا الغيران، وفي الاخر ما كذبش عليك انا طبت اخويا وما كرهتش كون لقيت شي بديل. وكاين البديل الى غير البديل وكاين دخل لعالم التداول راه فيه بزاف ديال العقل. وهي دابا اخويا ما كندير والو، علمني يا اخويا باش انا نتهنى ونرتاح. عرفتي شنو غدير؟ اول حاجه غديرها بالنسبه لي انا هو تخرج من ديك الخدمه، تهنى من ديك الخدمه صاحبي وتفرغ للتداول، غتصور فلوس صحيحه في ايام قليله. داكشي اللي كنتي كتصور في ديك الخدمه اللي تضربو 10 ديال المرات في اسبوع. والله لا جدع دير فلوس احي ما يحنانو احي ما يحنانو اوين الفلوس مشات؟ كما شفتوا معنا في هذا المشهد التمثيلي بزاف ديال الناس كيجي عندك تينصحك تيقول لك شوف خرج من ديك الخدمه ما عندك ما تدير بيها، انا جبت لك فرصه ما عمرها ما تعود، فرصه اللي الا خليتيها تفوتك غادي يفوتك واحد الخير كبير. دخل معنا لعالم التداول راه فيه بزاف ديال الفلوس، راه الناس كتدخل فيه ملايير الدولارات. داكشي اللي كيحاولوا انهم يوريوك، كيوريوك واحد الانسان تيجي تيقول لك دخل معايا للتداول راه تربح فلوس، تيكون راكب الرونج في لي ستوري ديالو في الانستغرام في فيسبوك، تيحاول ما امكن انه يخلي الناس يشوفوا ديك الحياه الورديه الوهميه. تيوريك راسو راه راكب رونج حط بزاف ديال الفلوس قدامه داخل لي زوتيل 5 ايطوال مسافر مبرع كيدير داكشي اللي بغا. هذاك السيد كتلقاه باللي راه عارف الخبايا ديال التداول، عنده واحد الشركه ديال التداول، عنده فريق كبير وتيدخل فلوس على ظهرك انت. يعني ملي كتدخل انت وكيدخل هذاك وكيدخل هذاك، انت باش تدخل معاهم كيكون واحد الثمن ديال الانخراط كتخلص فيه فلوس كثيره، كتدخل معاهم بواحد راس المال. وفي الاول تيحاولوا ما امكن انهم يخليوك تربح، السيمانه الاولى الثانيه الثالثه شهر وانت كتربح معاهم، كتقول لهم اودي راه انا بغيت نربح اكثر، يعني راه ديك دولار جوج دولار ما كافينيش في الصفقات، يعني دوك الصفقات ملي كنفتح صفقه كنربح فيها دولار 3 دولار ما كافينيش داكشي، انا قلت لها كاين ملايين الدولارات. كيقول لك لا راه الا بغيتي تربح اكثر خص يكون الكابيتال ديالك كبير، يا اما زيد في الكابيتال ديالك ولا صبر حتى يكبر الكابيتال ديالك. انت نقولوا انك مشيتي دقه دقه باش تكبر الكابيتال ديالك، كتصبر كتقول غادي نزيد نكبر راس المال اليوم غدا اليوم غدا، كيوصل راس المال ديالك مثلا دخلتي انت ب 50 دولار كيولي راس مالك 600 دولار، كتقول هذه هي الفرصه باش حتى انا نصور بزاف ديال الفلوس لانه ولا عندي واحد الكابيتال اللي هو كبير. الصفقه الاولى ملي كتفتحها بداك الكابيتال الكبير كتلقى واحد الخساره كبيره اللي كيمشي لك فيها كاع داك الكابيتال. انا ما جايش باش نقول لك حرام ولا حلال، انا غادي نخليك انت تقلب وتمشي تشوف دوك العلماء الكبار شنو قالوا على التداول، وانا كنقول لك باللي الاغلبيه ديالهم قالوا باللي التداول حرام لا يجوز. انا ما جايش نشن هجمه على الناس اللي كيديروا التداول ولا اللي كيروجوا ليه، ولكن ثق بيا باللي اي واحد كيدير التداول كيحاول يجيب لك واحد الوجوه اللي هي معروفه، ممثل مغني لاعب كره، باش انه يخليك انت تثق في هذاك السيد وتنخرط معاه في التداول. في الاخر كتخسر فلوسك، كتخسر الخدمه ديالك، كتستريسا، كتفقد بزاف ديال الحوايج. فانا كننصح اي واحد كيفكر يدخل التداول يعاود يفكر مره اخرى، فيها معصيه، يعني هذا الكلام ماشي ديالي الكلام ديال العلماء، والرسول صلى الله عليه وسلم كيقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك، اتقوا الشبهات فمن يتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. راه الفلوس راه ما كيجيوش غير هكاك، الفلوس خصك تضرب تمار عليهم، وإلا شتي شي واحد واصل وعنده فلوس كثيرة وما ضربش عليهم تمارة هذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن راه ممكن يكون خلى ليه باه الورد، ممكن لقى باه لباس عليه. يعني ما شوف الإنسان ما بقاش يشوف الناس اللي عايشين بهذه الطريقة هذه ويقول خصني نكون بحالهم. سير دقة دقة، سير بشوية عليك، كانت عندك واحد الخدمة خدم وتقاتل، ما كنقولكش بقى في الوظيفة، ولكن دير الوظيفه كقنطره باش انك دير البروجي ديالك باش انك دير التجاره ديالك، وبعد على التداول. راه ما كاينش الربح السريع، راه اي واحد كيربح بسرعه كيخسر بسرعه. هذه نصيحتي لكم، السلام عليكم ورحمه الله.